أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي. ربما كل هذا يرتبط ما سنتحدث عنه وما تحدثنا عنه بما حدث خلال الأسبوعين الماضيين، وقلناها قبل حلقتين ربما، يعني دخول جماعة التيار الصدري للمنطقة الخضراء والمواجهات بالسلاح التي حصلت والانسحاب وهكذا. من ضمن هذا صدرت برقيات وصدرت بيانات من دول كثيرة، وأولها أمريكا. وقبل يومين ثلاثة، يعني خلال الأسبوع الماضي، وصل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف، وصلت إلى العراق وزارت العراق مبعوثة من بايدن، الرئيس الأمريكي بايدن، وأجرت لقاءات مع ما يسمى رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، وما أعرف منه. وبالتالي أجابت على بعض الأسئلة وقالت رسالة، يعني هي لماذا جاءت؟ قالت يعني ربما أربع نقاط. قالت أولا استقرار العراق، يعني سأقرأها لكم، استقرار العراق وأمنه من أولويات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. هذه النقطة الأولى، وسنأتي على النقاط يعني نعددها. قالت أن المشهد السياسي في العراق على حافة الهاوية ونتابعه بدقة. اثنين، قالت الصراع السياسي لا يحل إلا بالحوار، إلا عبر الحوار. الرابعة، قالت العراق لعب دورا إيجابيا في الحوار بين واشنطن وطهران. وهذه النقطة الرابعة، هذه النقاط الأربعة اللي تحدثت بها الرئيسية. وعن استقرار العراق وأمنه من أولويات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذه الكذبة الكبرى. ليش هي أمريكا عندما احتلت العراق عام 2003 كانت تتقصد استقرار العراق وأمنه وسيادته واستقلاله ونموه وحضارته وتقدمه، وسيكون به بلد أمن وأمان واستقرار وديمقراطية وصناعة وزراعة ونموذج للعالم؟ هذه كذبة كبيرة. بعد 20 سنة هذه النتيجة. الذين يريدون أن يبنوا بلدا أولا لا يحتلوا، ودعونا نفترض أنه هذا كله إحنا نفكر خطأ، هم احتلوا وهم كانوا على حق هكذا يقولون، وهذا كله باطل وكله غير شرعي وكله غير حقيقي. احتلوا البلد، اللي يريد يبني بلد ويريد يخليه في مصاف الدول، ينهي صناعته، ينهي جيشه، ينهي قوته، يمزق ويفكك مؤسسات الدولة، يخرب كل بنى التحتية، يضرب كل محطات الكهرباء، كل محطات المياه، كل محطات تصريف المياه الثقيلة، يترك الميليشيات تعيث بالأرض فسادا وتقتل كل خيرة عقوله وخيرة رجالاته. كل العقول وكل القدرات الفنية والقدرات العقلية العراقية طردت وقتلت، وأكثر من 10 ملايين عراقي خلال 20 سنة هاجروا من العراق وبهم خيرة الكفاءات العراقية. طيب هذا عندما تقارنه ويا البناء، كيف يمكن أن تضعه؟ يا كيف يمكن أن يعقل؟ وكيف يمكن أن يعقل أيضا من يريد أن يبني بناء يأتي بهؤلاء ليحكم العراق، يأتي بالميليشيات وبمن هم يعني كانوا أسوأ ناس بالدنيا لكي يحكموا العراق بهذه الطريقة؟ هم يعرفون، هم قرأوا كتاب والبريمر الحاكم سيء الصيت الحاكم الأمريكي للعراق، كيف كتب عن من جاءوا بهم وحكموا العراق؟ يقول لا يناقشون أي شيء، يعني ولا يهتمون لأي شيء يخص العراق، لكن عندما يناقشون مخصصاتهم والفلوس فتلقاهم يناقشون، وتكلم عنهم وصفهم بأسوأ الأوصاف. طيب اللي توصفونهم بأسوأ الأوصاف بهذا الشكل، سراق وحرامية وما أعرف منه، وغير وطنيين وغير مخلصين للعراق، وسرقة ونهبة ولا يمكن الاعتماد عليهم، وكذابين ومخادعين، وارتباطاتهم خارجية بإيران وغير إيران، يريدون تخريب البلد. هم قالوا هكذا، وكتاب بول بريمر شاهد على ذلك. كيف سلمتهم البلد؟
واللي عنده عداء مع يعني يريد بلد مستقل، استقرار وسيادة كاملة، هل يسمح لإيران أن تتغول في العراق ويفتح لها الحدود ويدخلها ويدخل ميليشياتها بهذه الطريقة؟ اللي يريد يبني بلد يمزق مجتمعه ويبني دستوره على أساس محاصصات طائفية وعرقية بهذه الطريقة؟ هذه كلها تدل على أنه هذا استقرار العراق وأمنه من أولويات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كذبة كبيرة. أمريكا لم تتقصد أمن العراق ولا استقراره، هي أرادت فوضى في العراق وأرادت تخريب العراق وأرادت تدمير العراقيين، وهذه واقع الحال. لذلك كل الكلام الذي يتحدثون به الآن كذب، كذب بكذب، وواقع الحال يثبت ذلك. هذه النقطة الأولى. قالت ربما حقيقة واحدة، قالت المشهد السياسي في العراق حافة الهوى ونتابعه بدقة. هو رغم أنه هذه حقيقة، لكن هم يعرفون من أول يوم، من عام 2003 والمشهد العراقي على حافة الهاوية. ليش هو طلع من الهاوية؟ ليش طلع من المربع الأول اللي يتحدثون عنه؟ نخرج من المربع، ما نريد نرجع للمربع الأول، مربع الفوضى والخراب والفساد والطائفية والتخريب والتدمير والقتل والاغتيالات، هذا كله موجود، والعمالة الأجنبي وسرقة الأموال وهضم الحقوق، والفقراء يزدادون، خارطة الفقر تزداد، وخارطة البطالة تزداد، وخارطة المرض يزداد، وخارطة الأمية تزداد، كل هذا، والمعتقلين وانتهاك الحقوق، كل هذا موجود. ويقولون المشهد على حافة الهوى، ما هو المشهد على حافة الهوى منذ أول يوم، وأنتم من جيتوا واحتليتوا العراق وضعتوا العراق على حافة الهوى، هذا واقع الحال، و13 سنة قبل بالحصار تضعون تدفعون العراق إلى حافة الهوى. وأقصد بالعراق، العراق بلد وشعب، هذا واقع الحال. النقطة الثالثة اللي تقول الصراع السياسي لا يحل إلا عبر الحوار. ليش؟ هي الأدوات التي تتحاور تملك إرادتها، تملك قرارها. ما هي أمريكا تعرف أن هؤلاء الذين في العملية السياسية والذين يسمونهم حكام للعراق تعرف جيدا أنهم لا يملكون قرارهم، وقراراتهم تأتي من الخارج. وآخر قضية في قضية المواجهات اللي حصلت في المنطقة الخضراء، من أين جاء القرار لإيقاف أو إنهاء كل الموضوع؟ ما يجي من إيران، وكل أمريكا تدري، تعرف هذا الموضوع. فأي حوار؟ لماذا يتحاورون والقرارات موجودة في دول أخرى؟ قرار موجود في إيران، طهران من تقرر عن العراق، طهران من تقرر شكل رئيس الوزراء وشكل الحكومة وسياسة العراق وتوجهاته وخطابه، هذا واقع الحال، وتصرفات مجتمعه وما يراد من المجتمع وما يراد من العراق وثرواته كيف يتصرف بها، ولا يسمح له ببناء صناعة ولا زراعة ولا كي ولا ينهض، هذا مو واضح حقيقة. إذن أي حوار هذا؟ حوار الطرشان هذا؟ لا أحد يسمع أحد، قرار يأتي مكتوب من الخارج، فأي حوار؟ تكذبون علينا؟ هذا الصراع السياسي لا يحل إلا الحوار بالدول الديمقراطية، الدول اللي عندها استقلال وسيادة واحترام لنفسها، حكوماتها وأحزابها تحترم شعبها وخارجة من رحم الشعب، هذا واقع الحال. العراق لعب دورا إيجابيا في الحوار بين واشنطن وطهران. حتى تلعب دور إيجابي أو تلعب دور سلبي، يجب أن يكون لك كيان، يجب أن يكون لك قدرة، يجب أن يكون لك مستلزمات ومقومات، هذه غير موجودة بالعراق. العراق نعم لعب دور كساعي بريد، يأخذ رسالة من إيران وصلها إلى أمريكا، ويأخذ رسالة من أمريكا وصلها إلى إيران، ليس أكثر. فساعي البريد لا يسمى لعب دور إيجابي، هذا الدور الإيجابي هو ساعي بريد، شايل جنطة خال يوصل رسائل منا لهنا، هذول شي يقولوا لي يقول لهم، هذول شي يقولوا لي يقول لهم، هاي لا أكثر ولا أقل. هو يعاني من مشاكل كبيرة، ولو كان هو يلعب دور إيجابي لكان لعب دورا إيجابيا، وقادر على وعنده حريته واستقلاله وفكره المستقل، لكان لعب دور إيجابي في حل مشاكله، في حل مصيبته، كارثته من 20 سنة، وهذه الفوضى الكبيرة. فكل النقاط اللي تحدثت بها بربارة ليف هي نقاط مضللة وكاذبة ومعيبة على دولة مثل دولة تدعي أنها دولة رقم واحد في العالم، أمريكا تحاول أن تضحك على الشعوب. راح زمن الضحك، راح زمن تضليل الناس، ما عاد مسموح به. الناس تعرف هذا الكلام اللي أنا أتكلمه، كل الناس يعرفونه، كل الناس عندما يسمعون، عندما سمعوا بربارة ليف تتحدث بهذه النقاط ضحكوا عليها. عن ماذا تتحدث؟ ما هي مشكلتنا ومصيبتنا من أمريكا؟
الآن أمريكا هي حريصة على العراق حتى يكون بأمن واستقلال واستقلال واستقرار. ما هي اللي صنعت كل هذه، هي اللي صنعت كل هذه الكارثة، هي اللي دخلت إيران ودخلت غيرها وجابت الميليشيات والمصيبة القشرة هذه. فبالتالي يعني لا يحك ظفرك مثل لا يحك ظهرك مثل ظفرك. لا ينهي هذه الكارثة إلا الشعب العراقي. أما أمريكا، أما هؤلاء الذين يحكمون العراق، هؤلاء مجرد أجراء لدى هذا الطرف أو هذا الطرف، ينفذون ما يريده هذا الطرف وهذا الطرف، والقرارات مكتوبة إليهم، وليس لهم إلا نصيب في الكعكة مثل ما سمتها إحدى نائباتهم. هذه الحقيقة، الكعكة قسموها بيناتهم ليس أكثر، والكعكة هذه هي مناصب وكراسي وفلوس وثروات وشوفوا الأحزاب هسه اللي موجودة ايش تملك، وشوفوا هاي الشخصيات ايش تملك الآن، وشوفوا بال 2003 ايش كانوا يملكون، واستعرفون لماذا جاءت بهم الى لماذا جاءت بهم امريكا لحكم العراق، ولماذا ايران تريدهم ان يبقوا على سدة الحكم. هذا واقع الحال. وقت هذه الحلقة قد انتهى. اترككم بخير اعزائي المشاهدين، التقيكم في حلقة اخرى. الى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم. We'll be right back.